البوست دي يعني لو هبوست توصل 300,000 لايك، فما ينفعش ابوست في الفيديو ده، يبقى فيديو مخصوص 24 ساعة عشان بوسة. ليه يا اخوي؟ بوسة امين. واذا قيل لهم امنوا بما يا صباح العسل ويا صباح السكر ويا صباح الجمال، جمعة مباركة عليكم وربنا يجعل كل ايامكم فرحة وسعادة وكل جمعة كده وانتم بهنا وكل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة الجمعة وبمناسبة المولد النبوي الشريف ربنا يقعد على الأمة الإسلامية بخير يا رب. عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، النهاردة الجمعة فانا صحية من شوية يدوب، بس يعني واحد غسل وشه بقى وفاق وكده، وعملت ليا كوباية لبن، ده لبن خالي الدسم، بس بحط عليه يعني هو مش معلقه عسل نحل، اللي هي المعلقه الصغيره، معلقه الشاي يعني صغيره، ما بكترش عسل نحل، دي معلقه، دي كوبايه لبن خالي الدسم، يعتبر ده الفطار بتاعي. انا مش بفطر حاجه تانية، هي دي، ولو انا سلقه بيض ممكن اخد معاها بيضه. انا بعمل كده عشان انا ببقى مثلا عايزه ناقصني حاجات في جسمي، كالسيوم بقى وحاجه للعظم. انا مش عارفه كل واحد ليه حاجته يعني، بس انا المفروض افطر كوبايه لبن، ازود من اللبن والبيض يعني حاجات كده ناقصه فيها، فانا بكملها يعني بالاكل وبكده يعني. فمش شرط ان انت تفطري كوبايه لبن خالي الدسم، بس كوبايه لبن خالي الدسم برضو فطار حلو يعني. عايزه انت بقى تحطي عليها معلقه نسكافيه تبقى جامده، حطي عليها فنجان قهوه تبقى جامده كده يعني، صباحكم زي العسل. هنفطر كده ونشرب كوبايه اللبن ونخش جوه بقى، ايه، نروق الشقه ونشغل بقى خطبه يوم الجمعه وكده بقى، واذان الجمعه، وبعدين نخش نطبخ كده يعني. بصوا كل سنه وانتم طيبين بقى. ايه السنه خلاص بتاعت حصاد الرز، الرز خلاص اتحصد، بيلموه بقى وبيبيعوه بقى وكده يعني. كل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وهنا وفرح. تعالوا بقى نشرب كوبايه اللبن ونخش نشوف احنا هنعمل ايه. أبو بكر الشاطري، سعود الشرق، الشيخ محمد صديق، World by World، الشيخ ياسر الدوسري، بسم الله، عبد الرحمن سعد الغامدي، سورة عبد الرحمن الحذيفي، مشاري بن راشد العفاسي، سورة البقرة، عبد الرحمن الحذيفي، سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. نسمي بالله بقى ونصلي على النبي، وجمعة طيبة عليكم وجمعة مباركة عليكم يا رب كده بالخير والسعادة والفرحة. بصوا بقى، أنا طبعا يعني قلت لكم إن أنا بقالي فترة مش بعمل البيت ومش بنظفه، فنادين كنت معتمدة على نادين بصراحة اعتماد كلي، فالحمد لله أنا بقيت كويسة وبخير، ربنا يا رب يخليكم ليا ويديم عليكم الصحة والستر. فأنا امبارح بقى كنا سهرانين هنا، وكان إبراهيم سهران معانا متأخر جدا، فكنا بنتعشى ومش عارفه ايه، فنادين حبيبتي تعبت ونمت على طول، فسابت المطبخ وسابت مش سابت المطبخ، سابت الصاله والسفره. فانا قلت بقى ايه، لا خلاص بقى يعني، خلاص بدل بقى ربنا عطانا شويه صحه نقوم نشتغل بقى شويه ونريحها. هي كانت تعبانه بقى لها النهارده تقريبا داخلين على شهر كام يوم، فهي اللي ماسكه البيت كله، ويا دوب انا عليا المطبخ اطبخ حاجات بسيطه كده. فقلت بقى لا، انا هقوم كده ايه، الصاله مقلوبه، اقوم كده لمعها ولمع السفره واظبط الدنيا. وبرضو ايه، بحس ان انا يعني حبيبتي ربنا يخليها ويفرحها، بس انا بحس ان انا لمستي للحاجه حاجه تانية يعني، ما بعمل حاجه بايدي معرفش ليه بقطع ان هي نظيفه، مع ان عادي هي برضو زي الفل ولا بتعمل، بس مش عارفه يعني. فانا قلت الحمد لله بقى ايه، اقوم بقى كده اول روتين كده لينا يعني، من زمان ما عملناش روتين للبيت ونظيف البيت وكده، وفي حاجات كتير 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 جدا مش منظمه عايزين نظبطها، وبالاخص الدولاب بتاعي. الدولاب بتاعي ما عادش عارفه مين رايح على فين. ايوه والله العظيم، يعني اخش دولاب الاقي فيه هدوم لعلي، اخش دولاب علي الاقي فيه هدوم ليا،
الدرج ما عرفش بتاع البديهات ما عادش درج بديهات، الدرج بتاع الطرح ما عادش درج طرح، ما تفهموش ايه اللي حصل في الدولاب والهدوم. في هدوم كتير راحت، انا مش عارفه الهدوم دي راحت فين، وفي هدوم ما عايز تتغسل. يعني بصوا في مأساة مأساة في الهدوم، عايز اعملها كده واظبطها ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يدينا الصحه ونعملها بكره، وعشان انا عايزه اظبط الدولاب، لان انا عايزه يومين كده او اسبوع وابدا اشيل المراتب ونطلع الهدوم الشتوي بتاعه الولاد وكده. يعني المهم بقى انا لميت كده الحاجات اللي على السفره وبكنس كده السفره كده واكنس تحت الترابيزات. هي نشوه ما تجيب المكنسه، في ورق وفي حاجات اصلا هقعد اكنس اول مره واشيل الورق عشان المكنسه ما تشفطهمش، وبعدين في الاخر اجيب المكنسه. لا انا هكنس مره واحده وخلاص. ما شاء الله كمان الصبح كده وما تشغلي القران كده يوم الجمعه، يعني احساس يحسسك اصلا والله العظيم بامانه بالنشاط كده والبركة كده والحركة، عايز تتحركي عايز تشتغلي ما تشغلي قرآن وتدخلي الشمس كده وتبخري البيت كده، تحس ان في طاقة، تحس انت عايز تشتغلي عايز تحولي البيت كده يبقى زي الفل. فيعني المهم بقى انا قلت لمع السفرة ولمع الدنيا كده وزبطها، واحنا اصلا كده كده الخطبة تقريبا لسه ما بدأتش. يعني انا مشغلة القرآن بس بتاع اي جماعة اللي بيسألني، انا والله ما اعرفش هو كان جاي لهدية من السعودية، هو انتم مش متابعيني ولا ايه؟ لا ما اعرفش عنه لا سعره ولا اعرف اي حاجه عنه، هو زمان وريته لكم كده ايه هو، بس يعني هو ده لكن انا ما اعرفش عنه اي معلومات، لان كتير سالتوني عن التسجيل ده والله ما اعرف سعره ولا اعرف منين ولا اعرف اي حاجه خالص، ولا اعرف هو في مصر ولا لا ولا اعرف اي حاجه. فانتوا بقى ايه فيدوا بعض في الكومنتات، يعني اللي عارف معلومه ما يستخسرهاش ويكتبها، ده بكذا ده نوعه كذا ده في الحته الفلانيه اكتبوها، لان اخواتنا حبايبي بيسالوا عليها على طول. خلاص كده انا لمعنا الدنيا وظبطنا الشباك مفتوح وكله، بس هقفل كده الستاره عشان الدبان طبعا بصوا مزهقني. بصوا الشنطه دي بقى كده لما شابها عامله زي يعني ايه اللي شغالين في المجلس، ماشيه بالشنطه كده ولما ربنا يديهم الصحه ويبارك لهم، بجد ناس بتتعب وناس بتجري عشان اكل عيشها، فيعني كن رحمين بيهم ونحاول مثلا ايه من يعني ما نرميش كتير، لان في ناس بتلم ورانا بتعبانين وشقيانين. يعني وانت ماشيه ما ترميش في الشارع حاجات، لان في راجل بيجري وراك يرمي لم ومش عارفه ايه، فنحاول نكون رحمين بالناس عشان ربنا يرحمنا. المهم كده شويه الحاجات دي وادخلها جوه. دي كانت البلوزه، دي كانت نديم بتقيسها عليها تحفه، وبجد يعني ميرسي على الكلام الحلو اللي انتوا قلتوه على الهدوم اللي احنا جايبينها. بجد يعني الحمد لله ان ذوقي عجبكم. هتقولوا انه المقاس صغير شويه، اه فعلا انا حسيت بكده بعد ما جبتهم. فيلا بقى معلش الحاجه الصغيره السنه دي، السنه الجايه تروح لاصحاب نصيبها. معلش بقى طب انا هعمل ايه، لان مش هقدر ارجعهم تاني بقى، وهم خلاص الولاد شبطوا فيها ولا يا ماما قاسها حلو ومش عارفه ايه وكده. ف نادين كده كده هتلبس بادي كمان طويل تحت الجاكيت ده، هوريه لكم وهي رايحه بس ما تجويش يعني يشتويه لابسه وهو خارجه جو يكون بره تلبسه. خلاص كده انا بس بلمع الكنبتين دول كده، المف الازرق اللي انا فرشاه على الكنب ده زي كسوه كده. بصوا الكنبتين دول عشان قدام باب الشقه على طول، اللي يجي بيخش يقعد عليها مع الشنط مع حاجه يستريح، معاك هدوم اي حاجه بنقلعها بنحطهم هنا يعني، فدايما مكركبين يعني. المهم الازازه كده قعدت احاول ان انا اشيلها يعني عشان ايه المع تحتها، لان الابيض تحته الازازه ده بيتطرب، ما تفهمش التراب بيخش تحت الازازه ازاي، او مثلا حد مسك كوبايه نزيت ميه بتخش تحته إيه كده يعني. فبلاشيل الازازه كده زي ما انا شلت الازازه بتاعه السفره ولمعتها برضو بالبيج وظبطت الدنيا. بصوا دي كانت زي بتاع كده وليها قاعده كان علي عاملها، مكتوب عليها الاكل مع النشوه، والناحيه الثانيه مكتوب عليها علم نشوه، وحط فيها حرف الاي يعني اي ان يعني حرف وحرف يعني، فهمت قصدي؟ هو كده لازم يمضي، لازم يمضي اسمه معايا في اي حاجه، ربنا يديله الصحه ويخليه لاولاده يا رب. المهم كده خلاص بقى هكنس بقى الصاله كده، انا خلاص هبقى يعني الصاله بتاعتي مقسومه على جزئين، فبعمل جزء وجزء، الجزء بتاع السفره وبعدين الجزء بتاع الكنبتين دول اللي هو وانت رايحه على المطبخ، وبعدين الجزء اللي في النص ده اللي انا دايما بفرش فيه والله يا جماعه حته القماشه الزرقاء دي ما تتخيلوش يعني بتحافظ على السجاده ازاي، اه والله العظيم، لان اللي داخل رجله على طول، وامير ابني ما شاء الله عليه يعني عشان بيشتغل كمان في الورشه تحت، فبيبقى معكوك نشاره، فبيطلع بقى اول ما يدوس على البتاعه دي نفسي اوريكم بيبقى رجله معلمه في القماشه دي، بقعد اقول الحمد لله ان انا فرشاها، كان ده كله على السجاده. فيعني ايه هي ممكن تكون شكلها مش عاطفي، بس خلاص احنا اخدنا عليها وبتحمي حته السجاده يعني. هتقولي يا نشوى هاتي ليها كفر، والله عندي كفرات كتير في الشقه اللي جوه، بس انا ايه يعني مش عارفه، هو انا حسيت ان ده احلى كده بصلحها اشطفها وانشرها حلوه يعني، بتبقى ايه يعني
بت بت بتحمي كمان السجادة. خلاص كنست كده وخرجت ال 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 التراب بره، لسه بقى اخلص كله واعمل السلم او اخلي بصراحة نادين تعمله، لان مش يعني هخش انا اطبخ بقى واخلص وكده. المهم بقى كده انا خلاص فرشتها اهو، ونانو قعدت تساعدني من الناحية التانية. خلاص بقى نفتح بقى كده، لمعت كده الباب من ورا عشان لو عليه تراب او اي حاجة. بعد ما نخلص الشقة كده ونخليها زي الفل، تغطي بقى لايك للشقة بقت فل اهي، مفيش يعني الا دي اللي كانت مقلوبة، ما عنديش حاجة في الأوضة غير الدولاب بصراحة، عايز اتظبط بقى اظبطه معاكم، لان ايه عارفين الدولاب خارج بره. بصوا ريحة البخور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صل على النبي واستغفري ربك وادعي دعوة حلوة ليكي ولولادك كده، وربنا ان شاء الله يتقبل منك. شوفوا البخور وحلاوته وريحته وجماله، ريحة البيت كده يوم الجمعة بالبخور بالقرآن. ربنا ما يحرمكم من عاداتنا وتقاليدنا، ولا يحرم كل ام من بيتها، ولا يحرمكم من اي حاجة، ولا من فرحة ولا من اي حاجة في الدنيا، ولا يمرضكم ولا يحزنكم ولا اي حاجة، تعيشوا كده في سعادة وستر وفرح ان شاء الله بإذن الله. ربنا يتقبل منا ومنكم وينول لكم اكتر ما بتتمنوا يا رب ان شاء الله. بصوا بقى النهاردة هعمل بقى ايه، يعني اكل يوم الجمعة بقى، اكل اللي هو ايه، ايوه مش المحشي والبط يا جماعة، مش المحشي والبط، لسه مش قادرة اقعد احشي دلوقتي بصراحة، لا قادرة الحمد لله، الحمد لله عند الصحة وعندي الحمد لله في نعم، في نعم ربنا، رب يديم عليا نعمه ويكملها على خير بستره ان شاء الله باذن الله. بصوا بقى انا قلت النهارده اعمل اكل كده اللي هو اكل مصري، اللي هو ايه بقى، حمام محشي، إيه رز معمر، إيه ممبار، عارفين انتوا تحسوا ان احنا ايه يعني اكل مصري مصري. المهم انا غسلت الحمام وحطاه كده في طبق في جنب، انا غسلته من اول ما صحيت من النوم وسبته في ميه وملح، ودول بقى الكبد والقوانص بقطعهم حتت زغنطوطه كده عشان ايه بحشبهم بقى الحمام وكده فيبقوا زغنطتين، لان كمان يعني بعملهم في رز بالخلطه فما بحبهمش كبير كده عشان يبقى كمان حلو لو انا حشيته تحت الجلد وكده ما ياخدش معاكي مكان على الفاضي. اقطع كده الكبد والقوانص، طبعا بقى انت عندي كام كوبايه ورايا، صينيه مقليه ما اعرفش ايه الحاجات دي بقى، خلص خالص المطبخ انا بس مستعجل لان الحمام عندي بياخد وقت، وانتوا عارفين يوم الجمعة انا بحب اخلص الغدا بدري وبحب نتغدى بدري، يعني هو يوم الجمعة كده، وبعدين احب يوم الجمعة كلنا نتلم، يعني بحب يوم الجمعة كلنا نتلم نتغدى سوا، والحمد لله النهاردة كمان ابراهيم جاي لنا فنتلم كده عيلة كده، ربنا يديم لمتنا يا رب ولا يحرمنا من بعض ولا ينقصنا حد لنا ولا انتم. بصوا بقى كده انا خلاص قطعت الكبد والقوانص وطلعت بصلتين كده ايه هضربهم في الكبة، وخلاص بقى انا سبتهم وعمال ما الطاسه تسخن انا همولعها على الطاسه ورايا، هقشر بقى كده بطاطسيتين ليا، انا هعمل بطاطس كده بوري بوري بطاطس يعني سلطه كده هتبقى حلوه، هتبقى حلوه ليا وهتشبعني. البطاطس طول ما انتي مش قلياها في الزيت ومش حاطة عليها زيت فهي مش وحشه، هي حلوه. بصوا كده الطاسه سخنت ونزلت عليها بحبه زيت، وقمت نازله عليها بالكبد والقوانص، هاخد تشويحتين بس وبعدين هنزل عليهم بالبصلايه اللي انا عملتها، بصلايه حلوه يعني مش كبيره ولا صغيره، بصلايه متوسطه، اسيبهم بس كده ايه ياخدوا تشويحه، وهنزل عليهم بربع كوبايه ميه قبل ما احط عليهم الرز عشان الكبد والقوانص هتستوى شويه قبل ما اضيف لهم الرز. وبعدين وانا واقفه كده قلت خرط البطاطس كده مكعبات زي ما انتم شايفين، واحطهم في كسروله صغيره اسلقهم، اسلق كده البطاطس بحبه ملح هيمالايا، يا جماعه ملح هيمالايا جميل جدا وحلو وضغطه عالي والحاجات دي، والله الدكتور بينصح بيه، يعني كنت اتفرجت على دكتور على النت بيقول لك ملح الهيمالايا ده اللي ضغطه عالي حلو، يعني مش ضار زي الملح التاني اللي احنا بنستعمله. ده الكبد والقوانص كده حطيت عليهم ملح وفلفل وكمون وحبه قرفه، قرفه في الرز اللي بالخلطه بيديكي طعم مميز. وبعدين كده تقلبتين ونزلت عليهم بكوبايه رز، لا كوبايه رز ايه، حط عليهم يجي كوبايتين رز واقلبهم كده تقلبتين. المهم بقى خلاص سيبه بقى مع نفسه يستوى. ده بقى طاجن الرز المعمر، جبت كده ايه الرز كميه الرز اللي انت بتاكلوه، وقمت حطيت عليه شويه ملح وشويه سكر ومعلقه زبده محترمه، يعني معلقه زبده كده محترمه، وكنت انا مولعه على اللبن عشان اللبن كان مجمد عندي في الفريزر المكلكع فمش معقول هحطه كده في الطاجن، فكنت مولعه عليه اول ما اللبن غلى نزلت عليه باللبن المغلي. لو انت مش عايزه تغلي اللبن واللبن عندك فاكك عادي، كمان اللبن ما كانش فاكك. المهم كده البطاطس بتاعت استوت بالملح الهيمالايا بالكمون بحبه فلفل اسود، عايز تحطي فيها فصين توم حطي براحتك، انا بس كده هرستهم وانزل عليهم حوالي نص كوبايه لبن، لبن خالي الدسم كده، بقت بطاطس مهروسه على فكره هتلكمك جدا، مش عارفه يعني ايه هتلكمك، يعني هتشبعك قوي، معلقتين ثلاثه هتحسي ان انت شبعتي
مع حتة فص بروتين عندك اي حاجة بقى. انا مش هاكل حمام بصراحة، انا هاكل الفراخ، مطلع لي صدر فرخة وها انا ونادين، وعشان نادين وابراهيم بيحبوا البانيه فطلعت لي كده حتة صدر فرخة ايه اشوحها كده في الطاسة. بصوا انا كده زي ما انتم شايفين كده بصوابعك الاتنين بتفتحي كده بين الجلد وبين الحمام عشان تحشي كده ويبقى ملزلز كده وتبقى الحمامية حمامية يعني. عايز تعملي كده اعملي. احنا هنا في دمياط اغلب الناس اغلبهم بيعملوه عادي زي السمان، بيحشوه مرتة ومش برز، ولو حتى حشوا رز وكده ما بيفتحوهوش من فوق يعني، اغلب بعض الناس يعني الناس اللي انا اعرفهم يعني. لكن انا بحب اعمله كده، احشيه رز، احشيه برغل، احشيه افريك، ايا كان، بس انا بحب الرز بصراحه، احنا بنحب الرز اكتر. الرز بالخلطة طلع اهو، شوفوا بقى لونه وحلاوته وريحته كانت قلبة الدنيا. فطلعت كده ايه المقدار اللي انا هحطه للحمام، بس طلعته يبرد شوية عشان لما اجي احشي الحمام يبقى ايه بارد. وبعدين مش عايزة احط، ما تحطيش الحمام وانت بتحشيه في كمية الرز كلها، لان اكيد مش هنستعملها كلها، ففي رز لسه هيكمل بقية سوا. الرز ده على فكرة يعني داخل على 3/4 سوا، مش نص سوا قوي ولا سوا كامل عشان ما يعجنش معاكي، لان لسه هيستوى وهيكمل سوا معاكي في سليق الحمام. وفي نفس الوقت ما بحطوش يعني ناقص سوا شويه عشان ايه بقى، عشان ما يفرقعش الحمام معاكي. والحمد لله الحمد لله انا في عمره ما فرقع مني حمام يعني بصراحه، وبيبقى جميل يعني وبيبقى حلو، بس انا عشان كده بعمله 3/4 سوا. بتحشيه بقى كده بين الجلد وبين اللحمه، وبتحشيه كده من فوق من عند الراس. انا شلت المره دي وبالسكينه الرقبه كده، وما تخافيش هي هتحسي ان هي طبعا ما بنملهوش قوي عشان ما يفرقعش معاكي. والرقبه كده بدخلها وفيها واسيبها ايه، هنزلها في ميه. بصوا انا مولعه على ميه، انزل عليها كده بورق لورا زي ما انتم شايفين، وورق ولومي وقرفة خشب وحبهان ومسمار ده اللي هو القرنفل كده. حيقتي انت الشوربه حلو جدا، ولسه هنضيف لها حبه ملح وحبه فلفل. واللي احشيها هنزلها، اللي احشيها هنزلها. هتقولي دي هتستوى قبل دي، يعني انا مش الدرجه، انا مش هغيب يعني وانا بحشي. ده هو الوقت ما بياخدش معاكي يعني، حشو الحماميه ما بتاخدش معاكي وقت. وطبعا بتقفلي الرجلين وبتكتفيها كده من ورا، بتطلع حماميه حماميه يعني، حماميه محترمه ان شاء الله. الحمامتين انا جايب الحمامتين ب50 جنيه يعني. الحمامية انا بشتريها في المطعم ب70 و80 وربع، دي ربعها بالمعنى الحقيقي ربعها. لكن ده ما شاء الله ما شاء الله عليه، حمام حلو وبيستوى بسرعة وما خدش معايا وقت. اي نعم عندي حمامة او اتنين حسيتهم لحمهم ناشف شوية، فمش عارفة دول كانوا عواجيز سن عن التانيين، معرفش والله بقى. المهم بقى خلاص كده انا سويت، حشيت الحمام كله وقفلته بقى، اولع عليه اللي بخلصها بحطها في المية. وفي نفس الوقت ايه، انا اكون مولعة على الرز لسه في الصينية بتاعت الخلطة، هكمل سواه عشان نحطه نفرشه كده تحت الحمام وبيتاكل، بيبقى طعم الرز اللي بالخلطة ده بيخليكي اصلا مش محتاجة ان انا اعمل معاه رز معمر، ولا كان ليه لازمة، كان الرز اللي بالخلطة يكفي. بس هو انا بحب يوم الجمعة اعمل كذا طبق كده يعني، رز معمر بقى. كنت عايزة اعمل ملوخية والله، بس علي قال لا كفاية مش تتاكل، حرام ما تعمليش حاجة وتترمى. بصوا كده ده طبق البانيه فاكرين ان احنا كنا عينينه، بس انا طلعت ليها قطعة صدر كده محترمة اعملها ليها، وسبت دول بقى لنادين لابراهيم اللي يحبوه يعني. قمت جايبة كده حطيت عليهم ملح وفلفل وبهارات فراخ، وسبتهم بقى في جنب، عايز سيبهم نص ساعة بيهم، دي اسرع بانيه يعني. وطبق طبعا دقيق، وطبق فيه بيضاية وحبة لبن زغنطتين وحبة ملح وحبة كمون عشان زفرت البيضة، وطبق تاني فيه بقسماط برضه عايزه تحيقي البقسماط يعني، تحط عليها توم باودر، بصل باودر وملح، هتديكي طعم الفيجيتار واحلى كمان. بس انا ما حطيتش توم باودر، حطيت ملح وحبه كمون وفلفل اسود على البقسماط. وطبعا بتحب تنزلي دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط، دقيق وبعدين بيض وبعدين بقسماط. بصوا انا يعني ده طبعا الكميه كلها مش لنادين بس، اي نعم هو النادين اللي هتاكل منه اكتر، بس كمان ابراهيم بيحبه. وانا اتعودت ان انا دايما لما اجي اعمل حاجه معرفش اعمل حاجه صغيره لحد قليل يعني. اكيد العيال بيبصوا لبعض، العيال بيبقوا عايزين يدوقوا حتى لو مش هياكلوا منه ومش بيحبوه، بس الولاد ما دام شايفين طبق في ايد اخوهم او في ايد اختهم بيبقوا عايزين ياكلوا منه. فلما تيجي تعمل، لما اجي اعمل حاجه لحد بحب ان انا ازود شويه. وبعدين زي ما انتم عارفين ابراهيم بيعشق طبعا الحمام ده، وانا بعمل الحمام بقى وبعمل بيعشق قصد البانيه، معلش اسفه، بيعشق البانيه، فطبعا هيحبه يعني ياكل منه. بصوا انا كده ايه، بصوا البانيه اهو خلاص طلع لونه. انا بس نسيت، عايزه اقول لكم ان انا نسيت احط فيه كركم، بيديكي لون اصفر اكتر من ده. والحمام كده هما يعني بيستوى مع نفسه، والرز بالخلطه خلاص استوى، والبانيه طلع معانا، والرز المعمر خلاص طلع. وكان عندي طبق منبار لو فاكرين، وانا عامله المنبار المره اللي فاتت قسمته على مرتين،
مره طبخته والتاني بقى سبته على التحمير. وده حته الصدر بتاعتي طلعتها كده ايه، شوحتها يمين وشمال بمعلقه زيت زيتون واحده، وقمت بقى منزلها شرايح كده على سلطه البطاطس. كانت اكله مشبعه، وبصراحه الاكل ممكن اكله على مرتين ثلاثه في اليوم، يعني مش شرط ان انا اخلص طبقي دلوقتي، خلاص شبعت ممكن شويه كده اكل كمان، لان كمان مفيش منه ضرر وكويس يعني. المهم طبعا نادين دخلت قالت لي يا ماما لا انا عايزه مكرونه بالوايت صوص يا بنتي، لا قالت لي انا عايزه اكل مكرونه بالوايت صوص. فانا ما قدرتش ازعلها لاني ملاش في الحمام قوي يعني ورز المعمر وكده. جبت قطعه زبده وحطيت عليها معلقتين دقيق ونزلت عليها بكوبايه لبن. بصراحه ما كانش عندي غير لبن خالي الدسم بس، قلت مش مشكله. وسلقت لها شويه مكرونه، هو المفروض بصراحه الوايت صوص ده عايزه مكرونه شرايط، بس للاسف ما عنديش، فعملت لها مكرونه عاديه اللي كانت موجوده تواجده عندي في البيت، يعني ما توقفش الموضوع على حاجه. ونزلت عليها بالصوص الابيض اللي انا عملته اللي هو البشاميل يعني بس خفيف شويه، حطيت عليها شويه جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن. شايفين بقى الاكل وحلاوته والبانيه والحمام، بجد كانت اكله تستاهل بقكم يعني. وابراهيم بقى بيمس عليكم، وابراهيم جايب لنا جاتوه بقى. وبعد ما اكلنا عملت كده طبقين جاتوه كده بقى كان حلو، اللي هو اسمه ايه الاكلير، اكلير بس كان تحفه 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 صراحه. انا ما اكلتش منه غير قطمه واحده فقط عشان من نفسي، عشان ما بقاش انا نفسي في حاجه وما اكلتهاش. انا ما بحرمش نفسي من حاجه، حاجه نفسي ادوقها دوقتها، اخدت قطمه واحده بس وخلاص. دمار 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 دمار. ايه رايك التليفون؟ ايه رايك فيا؟ حقيقي دمار. استاهل ايه؟ بص انا من ساعتها مش قادر. انا عجل. ايوه استاهل ايه؟ يعني بوسه والله العظيم لازم تغديني بوس. لا ما هو انت مش البوسه، بوسه ب 5000 جنيه والله العظيم، ده انت يعني ايدك في اللبن. رجل الناس يعني. بصوا انا اشتريت له التليفون اللي هو كان نفسه فيه، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، التليفون ده مش كله من فلوسي، ده من قبضيته. هو كان بيحوش، كان بيشتغل وكان بيحوش ال بس حطيت له جزء منه. انا حطيت له جزء جوه كفايه ان هو محوش، وكان بيحوش كان بيشتغل، واللي برضه يعينه يحوشه عشان الشيء نفسه فيه. هو مش عارفه انا اسمه ايه، قلت لي شاومي بوكو. شاومي كده، هو يعني جايبه عشان يتحمل الحاجات اللي بيفتحها والالعاب والمونتاج. والله ما فاهمه حاجه، والله ولا فاهمه اي حاجه. هات التليفون اللي الجراب العلبه. اسمه اقول اسمه؟ ما تقول اسمه واعلن. بوكو اكسس 3 برو. اهو اكسس 3 برو هو ده اللي انا فهمته. بيعمل اهو. هو بصراحه بص يا جماعه، بصراحه ظهره ظهر الجهاز شوفوا يا جماعه، بصراحه هو الجهاز ظهره شكله جامد بجد، والله ظهره جامد 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 جامد. مين نانو مدين؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. شايفين اللي فوق مدين؟ اوبا رد فعل نادين لما لقت ان اخوها جاب تليفون بوكسو. بوكسو بوكسو ايه؟ انت كنت في كل ده كنت فين يا ماما؟ وكده اشلاء. وابراهيم فين؟ اشلاء اشلاء دي على جثث. ابراهيم فين؟ جايبه انا جايبه لكم جاتوه. ابراهيم فين؟ ايه ابراهيم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مشى مشى. طب وانا جبت ايه كده؟ طلعي طلعي والله عادي عادي، اخواتك في الكاميرا عادي عادي. اخواتنا ورينا انت جبت ايه. جبت هي انا جبت تليفون يا جماعه، انا جبت اتهبل اتهبل. ودي طبعا متضايقه طبعا دلوقتي ان هو جاب تليفون اغلى من تليفونه، عشان احنا ولادي حنينين جدا. ده دواء ده علاج علاج يا حبيبتي يا بنت الملك. ايه ده 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 مش فاهم. ده اسمه جونشيان يا ريش والطاهر. امشي يا ابني امشي يا اهبل امشي يا اهبل. بابا انت بتهزر يا بابا؟ لا والله بتكلم. يا خلاص هاتها كده وريها لهم. يا خلاص انت عاملين ايه؟ خلاص عاملين ازاي؟ رد فعل نادين ويا حنينه. ده ايه ده علاج ايه ده؟ ده لينسز، ده المحلول بتاعه لينسز. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. بكام؟ لونه ايه بس اللينسز؟ حسن. طب الحمد لله. وجبت؟ ايوه بندا سوري. لا حول ولا قوة الا بالله. وجبت سرحة نفس الفستان. ماما ماما قالت لي اجيب بندا. هو ده يا ماما؟ اه حلو والله جميل. وجبت ايه بقى؟ هيلز. اه ايه هيلز ده؟ هيلز ببجي. واو جد واو تحفة جد والله حلو. اقسم بالله تحفة 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 تحفة. ودي تحفة بس هتبسيه مرة واحدة برضو يتعان زي اخواته والله. يا جماعة أنا جبت تليفوني يا جماعة. يخرب سرعتني سرعتني. تحفة. شفتك شفتك في التصوير شفتك شفتك في التصوير.
ايه نادين بتستحلف لابوها. نعم. إيه حلو ده ولا ايه؟ طب ما قلت يعني شو قلت 36 ب 37 جنيه. طب ادي الباقي بقى مقاسه 37 يا دوب مقاسي يا دوب بخش في صبع رجلي يعني. والله عادي بس دي الحاجات المتواضعه اللي انا جبتها. لا حلوين يا حبيبي مش متواضعه قوي يعني. يلا بقى نقفل الفيديو على كده ونقعد ناكل جاتوه وبس. هو لا بص دي بتاعت نانو لو سمحت. ايوه بجد هو قال له تليفونه المفروض يقعد اسبوع ما ياكلش. ما تاكلش. لا لا نانو انت نص وهي نص. طب اقسم انت نص وهي نص. لا والله ابدا انت نص وهي نص. تمام ماشي ما شاء الله بياكلها بالورقه. ناصح اذكى خلق الله الحمد لله. يا جماعه انا جبت تليفون يا جماعه. اتهبل والله ابني اتهبل خلاص على اخر الليل. نفسي اسال سؤال مين شال الشيلات دي؟ يعني اللعب وصل معاكم ان انتوا تشيلوا الشيلات؟ بتكسر البيت؟ والله يا نادين انا مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليكي ليا تسلمي لي يا حبيبتي. اول مره اعرف ان انا بلبس مقاس صغنطوط كده. والله هي عليك اكتر مني. لا يا حبيبتي ولا عليك اكتر. بس انا ما تبقيش تتمرع. ايوه انا جايبه مقاس صغنطوط عشان ما يخشش لرجلي ماما. اهو انت فعلا رجلك اصغر مني. اهو رجلي اهو. يا جماعه انا جبت تليفون يا جماعه. ايوه بيتك انت والتليفون سرعني. جبت تليفون يا جماعه. بص هقول لك اختك. أيوة. لما انا هقول لك انا هشرح لك. اختك لما انا جبت لها تليفون بستني وحضنتني قدام الكاميرا. لا 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 هاخده تاني والله العظيم ارجعه. ولسه ما حكم امك هبل يا امير. والله تاخده بجد. اه لا 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 والله هاخده. لا لا والله هاخده. لا البوسه دي انا لو هبوس توصل 300,000 لايك. فما ينفعش ابوس في الفيديو ده. يبقى فيديو مخصوص 24 ساعه عشان بوسه. ليه يا اخويا؟ بوسه امير. نادين بتبوسني كل 5 ثواني عادي خالص. طب ونانو مش شغال 24 ساعة؟ ده نانو بقى يا عيني بتبوس تربع. وده نانو ببقى نايم على قدامي. بس بقى من قلت في حتة يلا ها. بصني يا حمار. بصني يا ماما. لا بصني يا حمار والله ياخد التليفون. ممكن تقلعي ده وبعد كده تقول له بص. اه والله والله لازم. لا وخلي بالك يعني كل ده حمل على الصندل بتاعي. ايوه بس 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 يا هو بس نفوتني بس مش مشكلة. أنا أبدأ جبت تليفون يا جماعة. تقلت على حاجتك؟ إيه؟ مش حلو يا نادين مقاسي؟ يعني أخرجوا دلوقتي وأنا خارجة؟ لا تعالى تقول لي أنا جايبة سندل رفيع أنا جايبة سندل زغنطوط تاخد مقاسي. لا ما مش الدرجة اللي تلبسيه قبل يعني ما مش كده. هسيبك تلبسيه مرة بجاحة؟ مش قصدي صحيح بجاحة؟ يلا باي باي.